أعزائي المشاهدين، كل المدن لها تسميات عريقة وتسميات تليق باسمها، لكن هذا الاسم جاء وحي التنك أو حي الصفيح اشتق اسم على مسمى. أعزائي المشاهدين، دخلنا في خيمة أم رميض اللي عايشة بهاي الخيمة الحية. شلون يا أم رميض اليوم ويا الحية؟ هلبت تظهر ما تظل في دول عينه. يا أم رميض، شو أنت مكثرة بالمواعين، مكثرة بالقدورة، بالترامز هاي المكسرة، شنو سالفة؟ عندك بنية متخلفة عقليا ووليد معوق. هم ماكو. وأخوك عمة؟ أخوي عمة هذا هلب الحيرة ذيش. هاي مستلزمات الطبخ اللي يشوفونها، هاي خلي يشوفونها الناس. هذني غريضاتك يا أم رميض، هذني هذه مقيدة بالسلاسل وموضوعة بهاي الغرفة. كم سنة صار لها بهاي الغرفة حابستها؟ هذا لنا 4 سنين هنا. هاي الشابة المسكينة حاطينها بسلسلة ومحبوسة هنا، يعني والله البشر يصير قلبه من صخر ما يقدر يتواصل. ولا تدخل بهاي الغرفة، يقولون بها حية. بالله بها حية. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.